السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم مونطو ديال الثوب الكشمير. هاد الثوب هذا هاد العام راه خارج بزاف، كيديروه مونطوات، كيديروه جلالب. غندير به مونطو البنيته هكا في عمرها 16 عام ولا. هذا هنا عندي متر ونص طوي هكا في الطول. هذا هنا عندي هنايا متر ونص، وفي العرض ديالو متر ونص كما شفتوا. هذه هي الحاشيه فين محلوله. هذه الجهه اللي مسدوده هنا غيكون عندي الظهر في هذه البلاصه. هذه اللي مسدوده طويته هكايا على 4، وخليت هنا 6 سنتيم ديال السضايف، غيكون سضيفات من الامام. هنا خليت 6 سنتيم صافي، وغناخذ العبار ديالي من هنايا. هاد 6 ما نحسبهاش صافي. هكا راه الثوب قاديتو. دابا غنحط العبارات ديالي. عندي الكتاف فيهم 20، وزيد سنتيم ديال الخياطه. نهبط هنايا 3 سنتيم، ونهبط هنايا 21. بعد ثاني شان ندير 21 صافي. نطلع هاد الخط هكا. الصدر عندي 24، ونزيد سنتيم ديال الخياطه. ونهبط 14، وهنا نهبط 14. بالنسبه لهاد ال 14 راه كيسولوني بزاف، كتخليو لي تعاليق بانه واش قاعده. هاد 14 انا عندي قاعده كنهبط بها، الا في هكا في الطايه اللي كتكون طويله بزاف راني كنقدر نهبط ب 18، ولا تهبطي تقدري تهبطي ب 16. المهم على حسب، تقدري تهبطي حتى ل 20 الا كانت الطايه طويله. انا عندي هاد القاعده كنديرها دائما وكتخرجني مزيان. عندي في البطن 23، نزيد سنتيم ديال الخياطه. الحوض عندي 29، غندير في الدوره ديال العنق 8، غيكون بالقب، يكون عنده القب بهذا المنطق. هذا الموديل هذا راه ساهل. صافي غنجيب من هاد النقطة هادي النقطة ديال البط، ومن هاد النقطة ديال البط النقطة ديال الحوض هكا. غنجيب البيستولي غنهبط بيها من هذا، نشد من هاد النقطة هادي هاد النقطة هادي. الطول عندي 84 في الطول، غنشد الطول ديالنا من هنا من هاد البلاصة هادي على الكتف، وندير 84. هاهي فين عندي 84، ندير هنا 84، ونخلي 5 سنتيم ديال لوغلي. صافي هنايا في العرض ديالو من التحت ديال الايفازي عندي فيه 34 صافي، راه كافي باش ما يجيش مجنح مجنح. صافي هذا هو المونطو ديالنا. دابا راه سالينا هذا الظهر، نحيدو نجي لهنايا للامام.
التركيز ديال الامان ونهبط هنا 14 وندخل جوج سنتيم صافي ونسيب خط هنايا ونسيب خط هنايا نخرج هنا زيرو وهنا زيرو غنهبط هنايا 11 ندخل 6 سنتيم ديالي اللي كنت مدايره وندور نقص من هذا ديال الامن نقص منه 2 سنتيم عندي 27 تركيز هذا هو الطرف اللي شاطلي غنجي نخرج منه الكمام غنجيب هكايا ونطوي على 4 هنا ندير غير القياس ديال الكم ديالي باش نخلي هنايا القب هنا راه ما كفانيش الثوب هكايا حيت عندي 57 في الكمام وهنا لقيت فيه 58 سنتيم واحد ما يكفينيش اللوغلي ديال الخياطه من التحت وسنتيم كتمشي لنا من جهه الكتاف غادي ندور الثوب غادي نفصلو هكا على هذه الطريقه حيت الثوب راه ما عنديش مشكل نفصلوه في العرض ولا في الطول كيتيري على جوج جهات شويه كيتير غير شويه هكا كيتيري هكا اذا غادي ندور الثوب ونخرجوه هكا في الطول هكا كنوريكم هاد الطريقه بالعاني باش الا ما كفاكمش الثوب كيفاش ديروا باش تخرجوا الكمام حيت شي مرات راه كيصدق الثوب ناقص ولا كيجيب لك الكليان الثوب ناقص خصك تقاديه له باش تخرجي له المونطو كما بغا هو صافي هنا غادي ندير 23 عفوا وغادي نهبط هنايا 13 عندي 57 نزيد 3 سنتيم ديال الغلي غندير 14 ديال المونش غادي نحط الدوره ديال الدرع ديالي عندي فيها 18 ونزيد سنتيم ديال الخياطه هي جاياني هنايا هاد المسافه هادي اللي عندي هنايا غادي نقسمها هكا على جوج ونولي نقسم هادي على جوج وهادي على جوج غادي نخرج من هنا سنتيم وندخل من هاد البلاصه هادي سنتيم هاد العمليه هادي راه درتها معاكم شحال من مره وغادي نجي غادي ندور من هنا بخط هكا هكا هذا هو الكم ديالنا غادي نجي لهنايا غادي نعلم هنا ندير علامه هنا علامه وغادي نقص من هنايا سنتيم هذا هو الكمام ديالنا غندوز هاد الطريف هذا اللي بقى لي غادي نحاول نخرج منه القب هنايا غادي ندير درت هاد الطريف فوق طريف وغادي ندير وندير له داك الباندا اللي كتجي في الوسط داك القب اللي كيكون فيه الباندا في الوسط باش نكمل العبار ديالو حيت هادو عندي هنا ناقصين وندير هنايا 38 هنا عندي 22 ونجي لهنا غادي نخرج هكا غادي نطلع من هنايا 7 صافي وغادي نسال بخط هاد السبعة ونسيلها لهنايا هنايا غادي نجي هاد البلاصه غادي ندخل لها واحد 3 هنا في القنت
نديرها مدوره هكا. نقص واحد السنتيم من هنا. دابا هنايا غنزيد واحد الباندا هكا الدور عليه، غندير في العرض ديالها 10 سنتيم ونجيبها دايره من هنا. هنا راه غادي نعبر هاد الدور هادي، غادي ندور معاها هكا بالسنتيم ونشوف شحال فيها. فيها 45 ونديرها هنايا، والعرض ديالها قلت لكم غندير 10. هادي راه غتلصق هنايا في هاد القب هكا، غتجي دايره نخيطوها باش غيولي لنا القب العبر ديالو مزيان. او الطريفات هادو غادي نخرج منهم الجياب، غندير هكا واحد فوق واحد. الجياب غنديرهم له في الجنب، غندير هنايا واحد 18 سنتيم في العرض ديالهم. صافي نصيلهم هكايا بخط بالطريقه هذه، يجيو دايرين. وغادي نخيطهم في الجنب ديال المونطو. ان شاء الله نوريكم الطريقه في هذا في الخياط. هذا المونطو غيكون عنده الحزام من الداخل، غيكون مدفون من الداخل. نخيطوه، نخيط له واحد 4 سنتيم من الداخل، وعاد نحشي فيه السيور. غنفصل داك الطريفات اللي غادي ندير. الطريفات راه غيكونوا غير من الداخل، وخا يجيو هكا مرقعين شاد واحد في واحد. هذا هو المونطو ديالنا، هادو الكميمات والجياب. ان شاء الله الطريقه الخياطه نوريها لكم حتى هي. نتمنى تكون عجبتكم الطريقه، راه مونطو بسيط دغيا تفصلوه وساهل في الفصاله ديالو، كيجي زوين. هنا غادي نخيط معاكم هذا المونطو اللي فصلت، غنهبط من هنايا 14 من الدوره ديال التركيز، هذه هي الدوره ديال التركيز، غنهبط منها 14 ونعلم ونجي لهنا وندير 13. غادي نفتح داك الجياب ديالي، نجي للمنتصف وندخل هنايا 4 سنتيم كما كتشوفوا. نصيل هكا بخط لهاد البلاصه هادي ولهنايا فين علمت في الاول. غنجي لهنا وغادي نطوي هكايا، نطوي واحد السنتيم لداخل. هاد التوب هذا راه ما كيتسلش، واخا ما نديرولوش السور شي معليش، نطوي هكا سنتيم لداخل. صافي غنحطو هكا على هاد الطريقة هادي وغادي نخيط. غنشكل الخياطة من هنا من البلاصة هادي. شويه صافي الجهه الاخرى غندير لها نفس الطريقه. هنا غادي نمونطي الكتاف، حطيت هنايا هذا هو الوجه، حطيت عليه الدوفه هي هذه، هذا التركيز عند التركيز هنا، وغادي نخيط.
دابا غندوز ندير لها ندير له السورجي من هنا من الكتاف ونمونطي الكمام. هنا راه سورجيت الكتاف دوزت لهم السورجي ومونطيت الكمام دوزت لهم حتى هما السورجي. دابا غنعاودهم بالخياطه. غادي نمونطي الجهه الثانيه ديالكم. هنا غادي نمونطي الجناب باش الكمام من هنايا. غادي دوزت لهم السورجي هنايا وغادي نهبط مع الجناب. هنا راه علمت البلاصه اللي غندير فيها الحزام. شديت من هذه البلاصه هذه من الدوره من التركيز ديالي هنايا وهبطت هنايا 90 ديال السنتيم وعلمت. هنا غادي نحط الحزام ديالي في هاد البلاصه هادي. غنعلم الجهات بجوج وندوز فيهم الحزام. نضرب الجهه الثانيه حتى هي نهبط معاها بخياطه نلاقي هكا لكم ونمشي معاها بخياطه كامله. هنايا راه غادي نقص 5 سنتيم من هذه الجهه قبيله راه نسيت نقصها درت 38. هنا غادي نقص 5 سنتيم حيت الباندا دايره فيها 10 سنتيم. غنقص داك ثمن الباندا غادي نحيدها غنحيدها من هنايا هكا صافي نمشي هكا 5. خاصني نقصها قبيله ملي كنت كنفصل نسيت ماشي مشكله نقصها دابا. دابا غادي نجيب هكايا ندير هنا الوجه عند الوجه نشد هكا وندور معاها بالخياطه بهذه الطريقه هكا. غادي نجيب هذه القطعه هذه نشدها عاود هكايا. هذه هي الدوره ديال الوجه في غيكون الدوره ديال الوجه. غادي نشد ندير الوجه عند الوجه وندور عاود معها بحال الجهه الاخرى. هنا راه دوزت له السورجي من الداخل ودرت له عبر الصباط دوزت له عبر الصباط من هنا باش داك السورجي يطيح ما يبقاش واقف. وهنا درت باندا فيها واحد 3 سنتيم هنا في العرض ديالها وسقتها هنايا مع مع الدوره ديال القب باش ندير لها فيها السيور. هنايا يجي فيه السيور بحالو بحال الحزام. راني سقتها هنا بالسورجي وغنعاود لها بالماكينه. دابا غنعاود لها عبر الصباط غنشد هكا هاد السورجي وغادي ندخلو لداخل هكا وندوز عليه هنايا بعبر الصباط. صافي هذا هو القب ديالي. دابا غادي نلصقو في المونطو. غنجيب المونطو هذا الدوره ديال الظهر هي فين درت المنتصف ديالها علمته هنايا هكايا. غادي نجيب القب هذا المنتصف ديال القب راه علمت درت كرانه هنا في الوسط وغندير هذه الكرانه مع هذه الكرانه هذه. غنشد بالبانكا هنا نخلي 4 سنتيم ديال الصدايف
وغادي ندخل هذا القبة، ندخله هنا واحد السنتيم لداخل، ولا يمكن لي نوصلو كاع حتى للتالي الا بغيت ندخلو حتى للتالي ندخلو، ماشي مشكل. باش ملي كنديرو الصدايف ما يجيش القب كيبقى بحال اللي معدم مع داك الصدايف، كنخلي واحد جوج سنتيم ونص ديال التنفيسه، كندخلو القبة اي سنتيم وندوزو عليه بالخياطة. صافي نشد هنا بالبالدة، الجهة الثانية حتى هي، وغادي ندوز بالخياطة هنايا مع القب كامل، نولي نعاودو بالسورجي داك الساعة. غنبدا من الجهة ديال اليمين، غنطوي هنايا 4 سنتيم ونمشي معاها بالخياطة. غنوصلو لهنايا وندورو مع هاد الخياطة هادي اللي درنا في اللي لقينا بها القط مع المونطو. هنا غادي ندور غادي نخيط هذا الحزام هذا اللي من الداخل اللي غيجي مخيط من الداخل، وغنحشيو فيه السيور. كنشدو العبر ديالنا من اعلى الكتف، من هنا هذا اعلى الكتف، ونحطو العبر ديال الحزام شحال ما لقينا عند الكليان، كاين اللي عنده 40، كاين اللي عنده 37 38، انا عندي هنا 37، حطيت هنا وطراسيت من الداخل ماشي من الوجه، طراسيت هو الطراساج ديالي. دابا غادي نخيطوها من الداخل ونحطو على هاد الطريقة هادي هاد الطراساج هكايا، وندوز عليها بالخياطة من هنا ومن هنا بجوج جهات. هنا مكنوصلهاش للتالي، كنخلي واحد 4 سنتيم بعيدة وعاد كنحطو على هاد الطريقة هادي. دابا غندور مع الجهه الثانيه عاود، هنايا راه دوزت الحزام من الداخل كما شفتوا على هذه الطريقه هذه. غادي نجي من هنايا من برا وغادي نفتح هنايا عوينه، وغادي نحشي السيور ونرجع عاود نفتح من هذه الجهه هذه ونخرجهم من هنايا. وهنا خلاص غيكونوا الصدايف عندي، ندير العوينه ديال الصدايف هنا ونركب الصدايف في الجهه ديال الشمال. دابا غندير لوغلي للمونطو من التحت والكميمات، هنا غنطوي 4 سنتيم ديالي. هنايا غادي ندخل 3 سنتيم ديال الكمام، هذا هو المونطو ديالنا راه ساليتو، مازال لي نركب له ان شاء الله الصديفات
نفتح له العوينات هنا ونركب له الصديفات وندير له هذاك السيور ديالو هنايا ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. نتمنى تكون الطريقه جاتكم سهله مبسطه. هذا المونطو راه ساهل تخيطوه لبنياتكم ولا تخيطوه حتى ليكم حتى للكبار. ونتمنى تدعمونا ان شاء الله بجيم وبالاشتراك. والسلام عليكم.